واضح اللياقة، فرق اللياقة بين الفريقين في العطاء في الجهد البدني في الملعب، لاحظ ولا متشابهين؟ نعم كان ذلك واضحا بالفعل، وفابيو تحدث عن هذا الأمر في أعقاب الشوط الأول، وهذا مرتبط بفترة ما قبل الموسم، من يدري كيف تدربوا وكيف بذلوا الطاقات، وربما الحضور ليس 100%، ولكن هذا ربما جزء من الخطة، وعادة لا يمكن أن نقذف بالغيب ونتوقع نتائج، ولكن الهم هو أن يكون اللاعبون أصحاء ذوو لياقة بدنية جيدة فنيا أيضا لكي يبدأ الفريق بموسم جيد. المريا راح يلعبها بأسلوب خلينا ذهني أكثر ولا بدني أكثر؟ نعم أعتقد أن الذهنية والدافع أمرين أساسيين، وإلا نعم وسوف يبذلون جهودا مميزة يقول كانافارو، لأنهم سيجرون ويجرون. أعتقد أن ما يمكن أن نراه هو روح القتال حتى اللحظة الأخيرة والتمتع بالكرة، لذلك ما من شيء يخسره. أروح للزميل عبد الله العضيبي في ملعب مواجهة ريال مدريد.